شاركت وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في النسخة 30 من معرض سوق السفر العربي، والذي انطلقت أعماله في مدينة دبي تحت شعار الوصول إلى انبعاثات صفرية. وتشارك مملكة البحرين في هذا المعرض ضمن جناح وطني يضم 23 شركة بحرينية عارضة. التفاصيل في سياق تقرير مراسلتنا في دبي. بمشاركة وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، انطلقت النسخة 30 من معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي بحضور 23 شركة بحرينية تستعرض أبرز الوجهات السياحية والمعالم التاريخية. وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تشارك في النسخة 30 من معرض سوق السفر العربي، الذي يعتبر من أكبر المعارض الإقليمية والدولية لصناعة السفر. طبعا احنا في جناح الوطني لمملكة البحرين نشارك ضمن 150 دولة للترويج سياحيا لمملكة البحرين، ويشارك معنا ايضا 23 جهة من القطاع الخاص المعنيين في الترويج السياحي لمملكة البحرين، بالإضافة إلى الناقلة الوطنية طيران الخليج. طبعا مشاركتنا خلال هذه الفعالية تحديدا أو خلال سوق السفر العربي يأتي من حرص مملكة البحرين أن هي تطبق استراتيجيتها السياحية الممتدة من 2022 إلى 2026. الأهداف الرئيسية لهذه المشاركة أن احنا نعقد شراكات واجتماعات مع صناع القرار في الساحة السياحية الإقليمية والدولية، وأيضا إن إحنا نشوف الفرص الكثيرة اللي موجودة للترويج للبحرين كوجهة سياحية إقليمية ودولية. جناح مملكة البحرين استعرض أبرز الشركات السياحية والمنتجعات والفنادق التي تبرز معالم المملكة، كما شاركت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي في ندوة حوارية بعنوان مستقبل السفر في دول مجلس التعاون، حيث ناقشت أهمية الترويج المشترك بين دول مجلس التعاون كوجهة سياحية واحدة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الدوليين، كما أكدت على تسارع نمو قطاع السياحة في مملكة البحرين. التنظيم كان جدا ممتاز، بالتحديد بسعادة الوزيرة فاطمة الصيرفي على كل الإنجاز مع الطاقم الموجود، وإحنا نحس أن هالإنجاز بيكون فعلا ناجح، ونتمنى أن يكون من هذا النوع من المعارض تكون متكررة أو مستمرة في الفترات الجاية، أساس نغطي أكثر إمكانية بخصوص التسويق للمملكة البحرين الحبيبة. السنة طبعا كان مميز، لأن سعادة الوزيرة اجتمعت معنا قبل الحضور، وهذه كانت نقطة جدا مهمة، وأرسلوا لنا ماركتينج كيت ساعدنا وايد في أن احنا نعرف شنو اللي نقوله حق اللي يسألون. المعرض يعتبر واحداً من أهم المعارض الدولية في قطاع السياحة والسفر، حيث يستعرض أبرز اتجاهات تطور السفر ويوفر فرصاً لرسم مستقبل السياحة المستدامة وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والسفر على جميع مستويات العالم. لتلفزيون مملكة البحرين، دانا أحمد، دبي.